اهلا وسهلا بيكم في حلقه تانية من حلقات يوميات السرطة في الحضانات مع الالباي، واستكمالا لانتاجنا. وزي ما قلنا احنا حابين دايما ان احنا نسبق للناس ان هم ياخدوا الفيرست شويس والسكند شويس في مصر قبل ما يتم تصديرهم. والحمد لله الحمد لله جماعه بره متابعينا وبيستوردوا ان شاء الله باذن الله في جرب من العربيات بتاعتنا رايح النمسا، وفي جرو رايح امريكا بنت، وان شاء الله في جرو تاني لسه بنتكلم عليه. فانا حابب ان الفيرست شويس دايما يبقى موجود في مصر، فيرست شويس او السكند شويس زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. حابب اقدم لكم ارزف ارزوف تيلسمان. ارزوف تيلسمان من اوكرانيا. بلاش اجيب عليها كده جت بسرعه. ارزوف تيلسمان من اوكرانيا، القمر دي طبعا اتعودنا خلاص انها متوافقه جدا مع خداش. حابب اقدم لكم خلفة خداش أسرتا هاوس مع أرز أوف تيلسمان. حابب أقدم لكم ولدين كمثال للخلفة. الخلفة دي برضو 16 يوم، خلفة 16 يوم أكبر من الثانية بيوم واحد. عندنا يو خداش، ويو خداش هيكمل معانا بريدنج. وعندنا اجر اسرتا هاوس، دول الولاد وما شابه، يعني معظم الولاد كلها شبه بعض تقريبا، اختلاف توزيع الالوان. بسم الله ما شاء الله 16 يوم لسه يا دوبك خدين الديدان ولسه ما بداوش ياكلوا او يلحسوا. اقدم لكم البنات. معنا اوليانا ويوتا. اوليانا ويوتا ست هاوس، بنات طبعا بيبقوا اصغر سنه من الولاد. بسم الله ما شاء الله بنات على اعلى ما يكون من بنات تصلح للشهات، تصلح للبريدنج للانتاج. الخط دم محترم طبعا، خط دم سولو. وطبعا بالنسبة للأم طبعا تيلسمان من المزارع المشهورة جدا في أوكرانيا، والحمد لله رب العالمين إن احنا وصلنا لإنتاجنا كده بإذن الله. طبعا محدش بيعرف جراوي 16 يوم إلا إن احنا دايما بنكون حابين إن احنا نوريكم تطور النمو، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هتشوفوهم وهم 35 يوم اللي هم هيبقوا العرض النهائي بإذن الله. اشوفكم الحلقه الجايه مع بريد انتوا مش متعودين عليه مع المينياتور بولتريير. افرجكم على المينياتور بولتريير للي حابب برضه، لان الخلفه قليله جدا، اللي حابب يربي مينياتور بولتريير. سلام.